thank you أهلا وسهلا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج منبر الطريق. دعني أقرأ معك من كلمة الله ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس هأرى بعض الأعداد وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشليم وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة لها خمسة أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء وكان هناك انسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنه هذا راه يسوع مضطجعا وعلم ان له زمانا كثيرا فقال له اتريد ان تبرا يسوع اجمل اسم وأحلى اسم وإحنا بنتكلم عن يسوع أحلى الأسامي نقدر نضع عنوان لهذه القصة المعروفة عند حضراتكم ذلك المريض الذي كان له ثماني وثلاثين سنة نقدر نحط لها عنوان شروق الشمس وسط ظلام النفس شروق الشمس وسط ظلام النفس أصلي من كل قلبي في بداية الحلقة عزيزي المشاهد أن الرب شخصيا يشرق بشمس البر وبشمسه على حياتك فيضيء ظلام نفسك ويضيء ظلام أيامك وظلام وظلام حياتك. عندما نقرأ هذه القصة نجد أنه يقول وكان عيد لليهود لا نعلم ما هو العيد. ولان الوحي يركز على قصد معين لا يهتم بالهوامش الجانبيه فهو لا يتحدث عن أنهي عيد بالتمام فقال يوحنا ذهبي الفم قد يكون عيد الخمسين وقال اخر مثل ايرينايوس قد يكون عيد المظال واختلفت الاعياد لكن يا احبائي لا اريد ان اضيع وقت حضراتكم ووقتي في العيد ده كان عيد لا يعنيني أنا لا يعنيني اللي يعنيني زلا... إشراق الشمس في وسط ظلام النفس عند هذا الرجل بركة وعند البركة دي باب الضأن اللي كانوا بيجيبوا الخرفان ويذبحوها عند هذا المكان بركة الضأن دي المكان اللي بتذبح فيه الخراف بيت حزدة أي بيت الرحمة كل المرضى كانوا بيتجمعوا عند هذه المنطقة العمي والعرج والعزب وعندهم أمل وأنا أصلي النهارده إنك ما تضعش أملك في إنسان ولا تضع رجاءك في إنسان كم الإنسان تعبك الأصحاب اللي جم لأيوب علشان يعزوه قال لهم يا أنتم معزين ولا معزون متعبون؟ انتوا تعبتوني، انتوا بدل ما تيجوا تعزوني، انتوا جيتوا تعبتوني معاكم. مستنيين مستنيين. عزيزي المشاهد ماذا تنتظر؟ هل تنتظر ان الدخل بتاعك يزيد السنه الجايه او الشهر الجاي؟ هل تنتظر ان البكره افضل من النهارده؟ بكره هيكون احسن من النهارده هل تنتظر انه بعلاقتك مع فلان هتوصل لحاله افضل وحاله احسن هل تشعر انك لو جبت بيت اكبر هتكون في حاله نفسيه احسن احبائي قد يقدم العالم الراحه لكنها الراحه الجسديه فقط لا يستطيع العالم ان يقدم الراحه النفسيه راحه القلب عشان كده قال الرب لكل المجد تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال انا اريحكم ان كنت تبحث عن الراحه في اي مكان اخر فانا اقول لك لا تتعب نفسك لان كل ما في هذا العالم سراب كما كانت في ترنيمه زمان بنقولها يا مسيحي بهجة الأرض سراب سراب يعني كل بهجة في هذا العالم هي سراب شروق الشمس يوم زي أي يوم عادي جدا واحد أديله 38 سنة هيفرق معاه إيه الأربع من الخميس من الجمعة من الثلاث ما الايام كلها واحدة والمكان كله واحد هتفرق إيه عزيزي المشاهد كم مرة وصلت لهذه الحالة ان الايام كلها زي بعض والحياة كلها زي بعض حالة من اليأس وحالة من الاحباط واحد اديله 38 سنة مش سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة عزيزي المشاهد يمكن تكون شاعر انك بعيد عن شخص الرب 38 سنه لكن تعال ركز على يسوع النهاردة تعال ركز على الشمس المباركة شمس البر تعال ركز على الشمس الناصعة الرائعة التي عندما تدخل إلى حياتك تنير ما ينفعش يكون في شمس وفي ظل وفي ظلام ما ينفعش يكون في نور وفي ظلمة يا نور يا ظلمة كان في تنيمه للاطفال بتقول كده عين في الضلمه وعين في النور لا مش ممكن يا شطور مش هينفع يا ضلمه يا نور يا انت في المسيح يا بره المسيح عشان كده المسيح شمس البر عندما اشرقت ودخلت الى بركه بيت حزده تعجبني هذه الكلمات عزيز المشاهد عندما يقول هذا رآه يسوع اين قضى يسوع العيد ده سؤال احنا بنقضي العيد فين عيد الكريسماس عيد القيامه بنقضي العيد فين بنروح فين بنعمل ايه لكن تعال شوف يسوع وهو يقدم لنا المثال في انه يقترب في بركه بيت حز ممكن نسميها المستشفى يعني المسيح قضى العيد في المستشفى دخل المستشفى دي بس دخل وعينه على واحد انا حاسس ان يسوع عينه عليك النهارده سواء وانت قاعد في بيتك او انت بتتفرج على الحلقه دي في اي مكان يمكن بتشوفها في وانت في سرير المرض وانت يمكن بتشوف الحلقة في أي وضع أنت بتشوفها فيه، أنا حاسس إن روح الرب النهاردة بيقول إن يسوع رآك، يسوع شافك، يشو يسوع بينظر إليك، يسوع يتحنن إليك، يسوع بيقترب إليك، هذا رآه يسوع، ما حدش من التلاميذ قالوا له يا معلم شوف الراجل ده أديله 38 سنة ما حدش قدم ليسوع اي تقرير عن هذا الرجل لكن يسوع وهو عالم بكل شيء وهو عارف كل شيء اول ما دخل بركه بيت حزدة ومليانه بالمرضى كان زي ما بيقول كده ثبت وجهه نحو اورشليم لا ابن الراضي بيقول كده يسوع ثبت وجهه على هذا الرجل يسوع بيبصلك. هذا رآه يسوع وعلم ان له زمانا كثيرا، وخلي بالك الوحي المقدس يقول كده في عدد خمسه يقول كده انه كان انسانا كان هناك انسان في ناس الوحي المقدس ذكر اسمها زكا في ناس نقديموس وفي ناس لم يذكر الوحي المقدس اسمها زي السامرية مين السامرية دي اسمها ايه ما نعرفش هذا الانسان مين الرجل ده احنا ما نعرفوش وده يورينا يا احبائي ان يسوع يتجه يتجه الى المعروفين والى المجهولين يتحدث مع نقديموس الراجل الفريسي المعلم الكبير ويتحدث مع المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي أيضا لم نعرف اسمها محدش يعرف اسم المرأة دي مين إن كنت شاعر إنك مجهول مش معروف إن كنت شاعر إنك مجرد رقم في سوشيال سيكوريتي أو شاعر إنك محدش حاسس بيك حاسس انك ما عملتش حاجة ولا عندك تاريخ ولا خدمت الرب ولا لو انت حاسس انك مجهول لكن عايز اقول لك النهاردة عايز اقول لك النهاردة بشرة تفرحك ان يسوع حتى وان كنت في نظر نفسك مجهول هو يعرفك انسان انسان لكن جاله مخصوص والتلاميذ كده بيقولوا له يا سيد هنقضي العيد فين بقى يعني مين عازمنا النهارده يعني جعانين بقى يعني قال لهم احنا هنقضي العيد النهارده في احسن مكان، فين يا رب؟ قال لهم في المستشفى، <applause> في المستشفى اللي نروح ناكل فيها. عزيزي ان الروح القدس يطرق باب قلبك النهارده. انه يتقدم اليك بخطوات هادئه. الا تريد ان تاتي بعد؟ الا تريد ان تفتح قلبك لي؟ الا تريد ان تبدا معي بدايه جديده؟ هذا رآه يسوع رأى يسوع إنسان محطم شاف إنسان يائس شاف كتلة من اليأس وكتلة من الإحباط إن أصعب أمر عزيز المشاهد هو رثاء النفس رثاء النفس شوف الراجل ده لما سأله الرب يسوع أجابه المريض يا سيد ليس لي انسان يلقيني في البركه متى تحرك الماء بينما انا اتي لانزل ينزل قدامي اخر يا لها من شفقه النفس ورثاء النفس يمكن صعبان عليك من اخواتك من مراتك من جوزك يمكن صعبان عليك من ولادك اللي بعد ما ربيتهم وتعبت فيهم وكبروا ما يسألوش فيك حتى بتليفون يمكن جواك رساله يا سيد انا ماليش حد بس عايز اقولك حاجه لو مالكش حد انت عندك اعظم حد هو شخص الرب يسوع المسيح ان كنت منتظر الناس تشجع وتسقف اقول لك ريح نفسك ان كنت منتظر الناس عشان ترفعك وتعليك اقولك ريح نفسك لكن تعال الى شخص الرب يسوع النهارده هو جالك في الصليب هو جالك في الدم وانت محتاج انك تاتي اليه رساء بالنفس الراجل ده شاعر بالاهانه شاعر بالاهانه كل مره يجي ينزل يلقى واحد ينزل غيره مش مفيش امل مفيش رجاء يعني هو مرض مخليه مش قادر يتحرك مش قادر مرض أبقى أنا مربوط مقيد أنا نفسي اجي للرب لكن مش قادر نفسي أروح وأبقى سخن وأبقى حار في الروح لكن مش قادر الراجل ده كان جواه إحساس بالعجز أنا جربت أكتر من مرة أنا حاولت أكتر من مرة عجز أنا شاعر مش قادر مش قادر يمكن جواه إحساس بالفشل كم مرة حاولت الترنيمه اللي كتبها اخونا ماهر فايز يا ما حاولت وكنت بحاول اجد الراحه ما كنتش طال كان نفسي لكن مش قادر يا ما حاولت لولا النعمه يا رب لولا النعمه يقول كده نعمه غنيه اتجهت ليا فكت نفسي من العبوديه لما دعاني ونداني في الحال نفسي اتفكت صلى داود زمان وقال له اقترب الى نفسي فكها فك يا رب إنسان مليان بإحساس برساء إحساس بالعجز إحساس بالفشل إحساس بالإحباط إحساس بالأهانة إحساس بالوحدة يا سيد ماليش حد اللي كانوا ليا لي مشيوا اللي وقفوا معايا في البداية ما احتملوش ما قدروش يكملوا لكن الرب سأله سؤال وقال له كده أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ عزيزي المشاهد أن الوحي والروح القدس يسألك هذا السؤال إن كنت شاعر بهذه الأحاسيس هل أنت محتاج تبرأ فعلا؟ هل أنت مشتاق أنك تبرأ من مرض النفسي والاكتئاب والاحباط والفشل؟ أتريد أتريد أن تبرأ؟ اصلي من كل قلبي انك تردد نعم يا سيد نعم يا رب اريد اريد ان ابرأ قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى يا لها من نعمه يا لها من قوه لكي يخلصك يسوع لا يحتاج إلى شهر ولا سنة واحد زي ده يا ثمانية 38 سنة قاعد مقعد لا يتحرك يحتاج على أقل سنة علاج إيه طبيعي عشان يبتدي يدوس على رجله لكن كونه انه يقوم ويشيل سريره مرة واحدة ويمشي ويمشي انها قوة انها سلطان ان يسوع بسلطانه يقول لك في هذه الليلة وفي هذا الوقت قم وامشي قم لقد صدر الأمر من عند الرب وعليك أن تؤمن عليك أن تصدق عليك أن تأتي كما كان بارتيماوس يصرخ يا يسوع ارحمني يا يسوع يا ابن داود ارحمني فالتلاميذ يقولوا له اسكت اسكت وهو كل ما يقولوا له اسكت يروح يصرخ اكتر فوقف الرب كده وناداله فقالوا له ثق قم هو ذا يناديك. ثق قم هو ذا يناديك لو الراجل ده ما قامش، لو الراجل ده ما صدقش، لو الراجل ده فضل قاعد زي ما هو، لكن يقول الكتاب انه مجرد ما قام راح طرح الرداء وجري على الرب، ولما وصل عند الرب قال له ماذا تريد؟ انت عايز ايه؟ قال له انا اريد ان ابصر. ماذا تريد عزيزي المشاهد في هذه الليله؟ لقد سال الرب سليمان في سفر ملوك الثانيه صح ثلاثه اسالني ماذا اعطيك؟ وده سؤال كان صعب صح سليمان طلب حاجات رائعه لمجد الرب لكن لو الرب سالك هذا السؤال اسالني ماذا اعطيك؟ عايز نصيحتي؟ قل له يا رب انا عايزك انت من لي في السماء ومعك لا اريد شيء، ان طلبت فلوس الفلوس هتخلص، وان طلبت بيوت البيوت هتنهار، وكهيجي وقت تحترق الارض والمصنوعات التي عليها بنار، العالم اللي انت شايفه ده هينتهي وهيختفي، ان كنت عايز نصيحتي اطلب قل له اريدك انت يا سيدي، لانه في الوقت اللي فيه هتنتهي كل شيء يبقى يسوع وحده كل شيء يتغير يسوع بس هو اللي هل تاتي عزيزي بهذا الايمان وبهذه الثقه؟ نعم يا سيد انت تقول لي قم انا اقوم واتي على كلمتك شوف بطرس يقول يا رب تعبنا الليل كله ولم نمسك شيء ما فيش النتيجة مفيش لكن على كلمتك على كلمتك القي الشبكة، أنا جاي يا رب على كلمتك أنت، كلمتك النهاردة بتقول قوم احمل سريرك أنا هاقوم عشان كده أقول في الدقايق المتبقية أيقظ إرادتك إن كان الله معك أيقظ الإرادة اللي فيك، إن كانت إرادتك خملت وضعفت أنا أصلي أنك تيقظ إرادتك وتقوم إرادتك وتحمل سريرك أنت تستطيع أن تقوم تستطيع أن تصنع أستطيع كل شيء ردت هذه الكلمات التي رددها الرسول بولس أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوين أنت قوي لأن معك الإله القوي تستطيع أن تواجه المشاكل وتواجه الألام تستطيع أن تواجه التحديات لأن معك إله حي إله قوي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر أيقظ إرادتك أيقظ إيمانك قل له يا رب جدد إيمانك في داخلي يا رب أنعش هذا الإيمان مكتوب عن إبراهيم في رومية أربعة إنه يقول كده إنه كان لما إيمانه يضعف ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالإيمان صلي إن رب ييقظ إيمانك قل له يا رب ايقظ محبتي للاخرين الراجل ده يعني اكيد كان جواه جروح من الناس اللي سابته في التجربه بتاعته لكن صل ان رب ييقظ المحبه للاخرين مهما عملوا فيك مهما عملوا فيك شوف يوسف اخواته عملوا في بلاوي سودة دمروا حياته 13 سنة يوسف كان تايه لكن النعمة الغنية اللي خلت يوسف يقبل اخواته ويقول كده الكتاب انه وقبلهما بسهم واحد واحد ايقظ محبتك ايقظ مسؤوليتك للحياه مرات كثيره بيجي لنا حاله من الاستسلام وحاله من الضعف لكن تعالى النهارده انت عليك مسؤوليه انت عليك رساله مش بس ان تاتي الى يسوع المسيح لكن ان تذهب الى اهلك واسرتك وجيرانك واصدقائك وزملاتك في العمل لتاتي بهم الى حظيره المسيح ايقظ مسؤوليتك وايقظ خدمتك وايقظ فرحك وسلامك شروق الشمس في وسط ظلام النفس الراجل ده كان قاعد في ظلام وحياته كلها ظلام لكن جه يسوع المسيح بالشمس بتاعته فانار الحياه لهذا الشخص غير التاريخ بتاعه غير الحياه بتاعته اليوم ده المريض ده ما انساهوش لسنين وانا اصلي ان النهارده يكون يوم تاريخي في حياتك عندما تقبل يسوع وعندما تبدا معه بدايه حقيقيه جديده سيكون يوما تاريخيا في حياتك هتنسى كل الايام الا هذا اليوم زي ما قال الرب كده في خروج 12 لشعب الله يكون لكم هذا الشهر راس الشهور هو اول السنه اللي هو عند خروف الفصح وخروج الشعب متحررين من قبضة المصريين هيكون اليوم ده يوم تاريخي ويوم فاصل في حياتك تعال صلي معي عزيز المشاهد في نهاية هذه الحلقة صلي قول له يا رب تعالى اشرق بنورك في حياتي ان كنت شاعر برساء لنفسك ان كنت شاعر بالوحدة وشاعر بالخوف وشاعر شاعر بالاكتئاب وشاعر بالاحباط وشاعر ان الكل سابوك يمكن شاعر ان الله شخصيا هو اللي سابك كمان لكن تقدر النهارده تيجي تقول له تعالى يا رب اشرق بنورك تعالى اشرق بشمسك تعالى اشرق بقوتك اشرق بحياتك اشرق بسلطانك في حياتي اصلي ان ربي يديلك لك قوه النهارده في تيقظ ارادتك تيقظ محبتك للاخرين تيقظ فرحك تيقظ خدمتك يا ابانا السماوي اصلي لاجل لك كل نفس تشاهد هذا البرنامج الان ان تلمسها بلمسه خاصه في اسم المسيح يمكن هناك من يشبه ذلك المريض الذي له سنين هذا عددها لكن تستطيع ان تاتي بلمسه وبقوه وبسلطان الان فتلمسه بلمسه خاصه لينال شفاء ان كان مريضا بالفشل الكلوي او بالسرطان او باي مرض ايها الرب تستطيع الان في اسم يسوع ان تشفي ولكني اصلي قبل ان تشفي الجسد اصلي ان تشفي الروح ان تشفي روح الخطيه وتعطي حياه ابديه افتح الابواب ايها الرب والمس كل قلب ماثل امامك الان في اسم يسوع المسيح امين الى اللقاء عزيزي المشاهد في حلقه اخرى من برنامج منبر الطريق